عايز اقول لكم بعض الاخبار. اتحاد الكوره قال لك ان كيروش مكسبنا 70 مليون جنيه في 3 اشهر. يعني بص بقول لك ايه بقى، قال لك انه مفيش اي نيه لمناقشه مصير كيروش. مين قال ان في ان ممكن اتحاد الكوره يناقش مصير كيروش؟ ما اعرفش. يعني المهم يعني وقال لك ان كيروش المصدر اللي بيتكلم، يعني انا عارف هو مين بس مش هقول. قال لك ان كيروش كسبنا 70 مليون جنيه في 3 4 شهور، 25 مليون جنيه في كاس العرب خدنا رابع، و44 مليون جنيه المركز الثاني في كاس امم افريقيا، يعني كسبنا حوالي 70 مليون جنيه. فيكمل هو بكيروش يكمل بالفلوس؟ يعني مثلا لو ما كسبناش ما يكملش؟ يعني انا ما كنتش احب كده، يعني ما كنتش احب، كنت اقول ايه مثلا ان كيروش مدرب كبير واجاد واشتغل ولعب وكمان كسبنا فلوس بس فول ستوب. لكن لماذا يرحل بعد ما كسبنا 70 مليون؟ يعني ربط مش حلو الحقيقه. يعني انما كيروش الان تحول من مدرب بينتقد بقوه لمدرب ملهم وثعلب برتغالي، وكل المصريين الان في ظهر كارلوس كيروش عشان تكونوا عارفين. يعني منتخب مصر عمل رقم قياسي كبير جدا في كاس الامم الافريقيه، اكتر منتخب في تاريخ الامم الافريقيه لعب دقائق، لاعبين 750 دقيقه. تعال نحسب كده كام ساعه دول، يعني لما اقول 750 بس انا بحب الحسابات جدا، كنت علم رياضه اصلي، على 60 احنا لعبنا 12 ساعه ونص، نص يوم. يعني لعبت تقريبا، تخيل انت بتقعد تجري الجري ده لمده نص يوم، انت الواحد بيجري 10 دقايق بيجيب زيت. احنا لعبنا 12 ساعه ونص لان احنا لعبنا 270 دقيقه في الدور الاول، تعادل 90 دقيقه في 3 ب 270 دقيقه، بعد كده لعبنا 480 دقيقه في الادوار الاقصائيه، اضرب 120 في 4 ادي 480 دقيقه. ده مش حاسبين ركلات الجزاء بقى والضغط العصبي بتاعها والشغل بتاعها، لا ده احنا بنتكلم على دقايق اللعب بس. فاكتر منتخب في تاريخ امم افريقيا لعب دقايق كان منتخب مصر، احنا لاعبين 750 دقيقه، وده رقم قياسي يحسب لمنتخب مصر انت عشان تنفذه. يعني 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 انت منتخب فولاذي ومش وانا صعب يتكرر، وانا بقول لكم اهو صعب يتكرر، لانه خد بالك انت بتلعب كام مباراه في البطوله؟ انت بتلعب 3 في الدور الاول، واحده في دور ال 16 4، واحد في دور ال 8 دي 5، واحده في سيمي فاينل 6، واحده فاينل 7. بالحسبه دي احنا لاعبين 9 مش 7. يعني بالحسبه اذا حسبت 30 في 30 في 30 في 30 من ال 16 للنهايه اربع مرات في 30 دقيقه، ادي ب 120 دقيقه، يبقى 8 ماتش 8 يبقى لعبت مباراه وثلث زياده عن السبعه عن السنغال. طيب زائد ركلات الترجيح خدت لها 40 دقيقه مثلا ثلاث مرات، فانت بتتكلم تقريبا احنا لاعبين 9 ماتشات. يعني ما كانش المنتخب فولاذي وقوي ويقدر ان هو يتحمل، ورجاله عشان كده احنا قلنا منتخب الرجاله بجد، ما كانش ده ينفع، كان زمانه نهار يعني، وما حصلش في حته ولا في بطوله قاريه ولا في كاس عالم اعتقد ان في حد قدر يعمل الـ 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 المجهود ده، انه يلعب اربع مباريات متتاليه في الادوار الاقصائيه بين كل واحده والتانية 72 ساعه 72 ساعه 120 دقيقه، ما اعتقدش انها حصلت.